بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوة في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: حدثونا فضيلة الشيخ عن فضل قراءة سورة الملك والآيات والأحاديث الواردة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الملك هي قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، إلى آخر السورة. هذه سورة الملك. قد ورد أن من قرأها فإن الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر، ولذلك تسمى بالمنجية. فمن قرأها محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يقيه بها من عذاب القبر. نعم. هذه سائلة تقول: شيخ، إذا كان على الإنسان صوم قضاء من شهر رمضان المبارك وبدأت الصيام، هل يجوز لها أن تفطر في النهار بعد أن بدأت الصوم بدون عذر؟ لا، إذا شرع في صوم واجب لا يجوز له الفطر إلا من عذر شرعي لا يستطيع معه إتمام الصيام. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، إذا كنت أصلي وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة بعد الفاتحة بحيث إني نسيت، هل يلزمني سجود سهو؟ ومتى يكون، قبل السلام أو بعده؟ اللزوم لا يلزمك، لكن إذا قرأت الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة شيئا من القرآن سهوا فمستحب أن تسجدي للسهو، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: سؤالي عن صلاة الحاجة، عن مشروعيتها وصفتها. صلاة الحاجة ورد أنها ركعتان، أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء فإنه يصلي ركعتين ويدعو الله أن يقضي هذه الحاجة، فهذا ورد به حديث، وإذا فعله الإنسان فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كثرت الأخبار المتداولة بأخبار الطقس، وكل شخص يحدد يوم ويقول اليوم سيأتي مطر، اليوم غيم. إن كان هذا من باب الجزم فهو لا يجوز، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وإن كان هذا من باب التوقع فقط، قد يحصل وقد لا يحصل، فلا بأس بذلك، من باب التوقع لا من باب الجزم. نعم. ما ضابط يقول الإسراف والتبذير في الأكل والملبس والمشرب؟ منهي عنه، قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يبخلوا. وكان بين ذلك، أي بين الإسراف والبخل، قواما، فيتوسط الإنسان في الإنفاق. نعم. إذا كان هناك صندوق خيري للأسرة يصرف على إعانة الزواج وغيره من أعمال البر، هل يجوز أن يوقف الشخص لوالده المتوفى بمبلغ 500 ريال في هذا الصندوق؟ لا بأس بذلك، من فعل البر ومن فعل الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا شيخ عن كفارة الإفطار في رمضان بدون عذر 3 أيام، وكم مقدارها بالتفصيل؟ لا كفارة بذلك، إذا أفطر متعمدا من غير عذر من رمضان فإنه يجب عليه التوبة أول شيء، ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، ولا شيء عليه من الكفارة. نعم. المرأة إذا حلفت بالمصحف أمام زوجها، ما هي الكفارة يا شيخ؟ لا حاجة إلى الحلف بالمصحف، تحلف بالله عز وجل، وإذا حلفت وخالفت يمينها فإنها عليها كفارة اليمين. حلفت على أن تفعل شيئا أو أن لا تفعل هذا الشيء، أو أن هذا الشيء كذب وليس صحيحا أو ما أشبه ذلك، وهي غير صادقة، فعليها كفارة يمين. إذا خالفت هذه اليمين فعليها كفارة يمين. وأما إذا كانت متعمدة فليس عليها كفارة، ولكن عليها قضاء
ما أفطرته من الصوم الواجب برمضان أو بنذر أو بكفارة أن تقضيه، تصوم يوما بدله. نعم. من اليمن السائل الله يقول: ما حكم البسملة داخل الحمام؟ يكره ذكر الله جل وعلا في داخل الحش، داخل محل قضاء الحاجة، هذا لا يجوز دخوله بشيء فيه ذكر الله، ولا يجوز الكلام في حال قضاء الحاجة، فيمسك عن ذلك ما دام في محل قضاء الحاجة، إذا خرج فإنه يذكر الله. نعم. يقول بأنه حج العام الماضي وعنده قطرات بول عزكم الله وإخوان المستمعين، ما تنزل كاملة عند تبول أكرمكم الله إلا بعد نصف ساعة، وكان يقول يضع مناديل وهو لابس الإحرام لمدة نصف ساعة حتى لا يتوسخ الإحرام، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا جعل شيئا يمنع تسرب البول إلى ملابس الإحرام وإذا انقطع عنه ذلك أزاله فلا بأس بذلك. نعم. يسأل عن الوقت الأنسب لصلاة الليل من الساعة 12 أو بعده. صلاة الليل من صلاة العشاء براتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: قريب لي وصاني أبحث له عن مشروع ناجح بحكم أنني أشتغل بمكتب عقاري مع صاحبي، ووعدني ما يقصر معي غير الدلالة. أنا إذا بحثت له عن مشروع ناجح اقترحت له مستودع ثم تم، وكذلك فضيلة الشيخ تأخر الحقيقة في هذا العطاء لي، ما حكم كلامي معه في هذا حيث أنه تأخر في إعطائي ما أستحق؟ هذه دعوة ولا ندري عن حجة الخصم الآخر، هذه خصومة ترفع إلى، إما أن تصطلح بينكما الصلح خير، وإما أن تذهب إلى القاضي فيحل مشكلتنا. أحسن الله إليكم. هذه السائلة: حكم من جاءها الحيض وتوقف عنها واغتسلت ثم جاءتها الكدرة؟ إذا كان عادتها قد تمت عادة الحيض ثم انقطع الحيض انقطاعا كاملا واغتسلت ثم عادت إليها كدرة لا تلتفت إليها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أسأل عن حديث معناه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. هذا حديث مجمل يرد إلى الأحاديث المفصلة للجمع والقصر، الجمع والقصر في السفر، الجمع والقصر للمرض، الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة، الجمع للمريض الذي يحتاج إلى الجمع، هذه الأعذار الشرعية. فيحمل حديث جمع من غير مرض ولا سفر ولا، فيحمل على هذا، هذا حديث مجمل يحمل على الحديث المفصلة. نعم. المسافر يا شيخ إذا حان وقت الظهر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل يصلي الظهر بالتيمم؟ لا، إذا كان يخرج وقت الظهر وهو لم يجد الماء فإنه يصلي الظهر في وقتها يتيمم. نعم. وبالنسبة لصلاة المسافر خلف الإمام المقيم، هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ لا يجوز له القصر، هذه مسألة يغلط فيها بعض الناس وبعض المتعالمين، المأموم له حكم الإمام، فإذا كان الإمام يصلي أربعا فالمأموم يصلي خلفه أربعا ولو كان مسافر، ولا ينفرد عنه ويجلس ويسلم من ركعتين. نعم. يقول يا شيخ: إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة، فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن إذا كان سجود السهو عن زيادة فإنه بعد السلام أفضل. نعم. صلاة العيد من فاتته هل تقضى يا شيخ، وهل تقضى كاملة؟ نعم، يستحب له أن يصليها على صفتها، صليها ركعتين على صفتها بتكبيراتها الزوائد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا شيخ: حكم الائتمام بالمسبوق وما الأحكام المتعلقة بذلك حيث تخفى على كثير من الناس؟ الائتمام بالمسبوق فيها إشكال، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يتحول إلى إمام في أثناء صلاته إلا من استخلفه الإمام لعذر، فلا يدخل مع المسبوق، ينتظر حتى يأتي من يصلي معه، أو يقوم واحد من الحاضرين ويصلي معه يتصدق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن السترة في الصلاة وما مقدارها يا فضيلة الشيخ؟ السترة مستحبة للمصلي الإمام والمنفرد
منفرد، وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة له، من كان له إمام فسترة الإمام سترة للمأموم. نعم. يقول الشيخ قرأ حديث وليس لها مقدار، يكون شيء مرتفع بقدر شبر أو نحوه مما يرد المار بين يديه. نعم. يقول قرأت حديث فيما معناه في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة، هؤلاء أسلموا وماتوا في الحال، لم يتمكنوا من العمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما الدعاء يقول فضيلة الشيخ عند نزول المطر، وهل هناك أحكام تتعلق في نزول المطر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المطر ويحسر عن رأسه وعن وجهه حتى يصيبه المطر. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا في النهار، فهل يصليها جهرية أم سرية؟ صليها سرية، النهار صليها سرية، صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية، يصليها سرية. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، حكم رد السلام والتأمين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من الإمام يصلي عليه، لكن لا يرفع صوته بل بقدر ما يسمع نفسه. وأما رد السلام فلا يرد السلام، لأن هذا من الكلام، صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال الخطبة. نعم. يقول ما معنى الحديث الذهب بالذهب، فضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، يدا بيد؟ معناها تقابض، إذا اشترى شعير بشعير، شرى بر ببر، شرى تمرا بتمر، فلا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس. وأما إذا باع بعضها ببعض، كأن باع البر بالشعير أو البر بتمر، فإنه يشترط تقابض في المجلس ويجوز التفاضل. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، معنا في المسجد شخص يسبق الإمام في الركوع وفي القيام، ما حكم مسابقة الإمام الشيخ؟ لا تجوز، قد تبطل الصلاة بذلك، فعليكم أن تخبروه وأن تبينوا له أن هذا لا يجوز وأنه في خطورة. نعم. يقول حكم صلاة الجماعة يصلون الفجر قبل دخول الوقت ليس تعمدا. الفجر واضح يا أخي، وهناك مؤذنون، كان في البلد هناك المؤذنون مؤذنون على طلوع الفجر، ولا يصلي الإنسان قبل طلوع الفجر، إن صلى قبل طلوع الفجر صلاته غير صحيحة، لأنه قدمها على وقتها. نعم. من الأسئلة السائل أبو عبد الله يقول، بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف، إذا جاء وقد اكتمل الصف الأول وبقي وحده وصلى حتى انتهى وانتهت الصلاة، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي وحده خلف الصف، أمره أن يعيد، وقال في الحديث الآخر لا صلاة لفذ خلف الصف، والفذ هو المنفرد، فإذا جاء والصف قد اكتمل، فإما أن يحاول الدخول في الصف إن أمكن، أو الدخول عن يمين الإمام، وإلا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. نعم. وإذا كان يريد إدراك الجماعة وأجر إدراك الجماعة، ما يدرك الجماعة بهذا، أن يكون خلف الصف وحده لا تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. المأموم ماذا يفعل الشيخ صالح يوم الجمعة إذا جاء والإمام في التشهد؟ ينوي الظهر، ينوي صلاة الظهر، إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة في الركعة الثانية، رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الجمعة، فإنه يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم قام وصلى ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخ، بالنسبة للحاج، هل يقصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟ نعم، حج الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم، وكان يقصر بهم الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة، ولم يأمر المكيين بإتمام الصلاة وهم حجاج. نعم. يقول هذا السائل، الضابط لمن يحج عنه يا شيخ، خاصة بأننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله أو يخصص جزءا من ماله لبعض الناس لكي
لكي يحج، وبعضهم يصادف أن يكون عليه دين، فهل لأخذ المال لتسديد الدين من هذا المال أم يجب عليه الحج؟ لا، ما تصح الوصية إلا بعد تسديد الدين. الدين مقدم، الدين مقدم على الوصية، يسدد الدين وإذا بقي شيء تنفذ الوصية. نعم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ في هذا الموضوع، بالنسبة للانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل، إذا كانت الحملة ستنصرف ومعها عدد من العجزة كبار السن، ينصرف معهم ويكون تابعا لهم، لكن الأفضل لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس للقوي، وإن رمى معهم لا بأس بذلك. نعم. أخيرا يا شيخ، في أسئلته يقول: أيهما أفضل وأنا قادر وعندي مال ولله الحمد، أن أحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، وما الأفضل في هذه الأنساك بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الأنساك التمتع، أن يحرم بعمرة ثم يؤديها، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يؤديها ويتحلل منها، فإذا جاء يوم تروية وهو اليوم الثامن يحرم بالحج، هذا هو الأفضل وهو التمتع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للوقت، ما أفضل شيء إذا كان الإنسان ذو يسر أن يوقفه في هذه الحياة؟ يوقف على أعمال البر، من إطعام المساكين وبناء المساجد وغير ذلك، أعمال البر عموما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم ما يأخذه صاحب المؤسسة من العمال الذين يستقدمهم عن طريق مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج. هذا تبع النظام، والنظام لا يسمح أن يستخدم العمال إلا للعمل عنده، أما أن يستقدمهم ويؤجرهم للناس ويأخذ من كسبهم هذا ممنوع نظاما وشرعا، ولا يجوز هذا. نعم. يقول: أريد أن أشتري بيتا لي ولأسرتي، ولكنني ضعيف وراتبي ضعيف جدا، وأريد أن أخذه عن إحدى المؤسسات تشتريه لي ثم أقسط على هذه المؤسسة. لا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ربا، لا بأس بذلك، ولكن الأولى لك أن تنتظر حتى ييسر الله لك شراء البيت أو بناء البيت فتقوم بذلك، هذا هو الأفضل لك، ولا تلجأ إلى الاستدانة وإلى ما ذكرته. نعم. يقول يا شيخ: حكم الشرع في نظركم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشترى من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟ لا يجوز بيع السلعة إلا بعد قبضها، لا يجوز بيع السلعة إلا بعد قبضها، لأنه قد يكون فيها خلل، قد يكون فيها عيب، قد يكون فيها نقص، فلا بد أن يقبضها وأن يتفقدها ثم يبيعها على ما هي عليه من جودة أو رداء، هذا هو الأبرى للذمة والأحوط. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي ابن معاق قد بلغ 15 ويريد أن يؤدي الحج، وحجه قد يكلفنا لأنه فيه شلل تام، هل نحج عنه أو يحج؟ كلاهما جائز، إن حججتم به فهذا أحسن، وإن وكلكم أو وكل أحدا أن يحج عنه فلا بأس بذلك، لأنه عاجز في بدنه عن الحج وعاجز في ماله أيضا. نعم. يقول السائل أبو محمد: هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنية طلاق؟ لا، تزوج بنية البقاء على النكاح، إن صلحت له أمسكها، وإن لم تصلح طلقها من غير نية مسبقة، لا حاجة إلى النية، ولأن هذا بيشبه نكاح المتعة. نعم. يقول: ما حكم أخذ مقابل أجرة للمكان فضيلة الشيخ؟ أي مكان؟ إذا كان في الحرم مثلا. الحرم لا يملكه أحد، الحرم لمن سبق، قال صلى الله عليه وسلم: منا من أخذ لمن سبق، وقال الله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ إلا قدر حاجته من أرض الحرم. نعم. أخيرا، ما ضابط رفع اليدين في الدعاء يا شيخ؟ رفع اليدين يرفعهما مجموعتين ممدودتين نحو صدره، يرفعهما محاذية لصدره ويدعو الله بذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء الزميل عبد الله المواش. استودعكم الله، والسلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.